عرض الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو ظهر من خلاله ما تزعم الحركة بأنه جندي إسرائيلي محتجز لديها، وذلك بعد إعلانها عن تدهور صحته. وفي رد على ذلك أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنت بيان أشار فيه إلى أن حماس تحتجز مدنيين مضطربين عقليا، وحملها المسؤولية عن حالتهما الصحية، كما أشار إلى احتجاز جثتي جنديين إسرائيليين وهما هادار جولدن وأورون شاؤول. بنت اتهم حماس بتأخير التوصل إلى صفقة تبادل، وأكد أن تل أبيب ستواصل جهودها الرامية إلى استعادة الأسرى والمفقودين بكل مسؤولية. هذا ويعود الفيديو الأسير لدى حماس لشخص يدعى هشام السيد وهو محتجز لديها منذ عام 2015. وتؤكد تل أبيب أن السيد ليس جنديا وإنما مجرد مواطن يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، ودخل قطاع غزة طواعية، فيما تقول كتائب القسام إنه جندي إسرائيلي ضمن 4 أسرى إسرائيليين، بينهم جنديان أسرا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف عام 2014، أما الآخران فدخل غزة في ظروف غير واضحة.